هذه قصة أخرى مؤلمة. هذه زميلة متوفية ممرضة حامل عندها الكورونا ومع ذلك ما سرحوهاش، وتروي هنا صاحبتها زميلتها كيف تعامل معها مسؤول مستشفى، هذه في شرشار في خنشلة، كيف تعامل معها صاحب الممرضة اسمها عالية الشمس وهي حامل وقد توفت بسبب الإهمال الطبي والإداري بعد إصابتها بفيروس كورونا. هذه ليست القضية الأولى بطبيعة الحال كما تعرفون، هذه قضية من القضايا. وفاء بوديسا إذا تذكروها كانت وفات في شهر السادس، وأنيسة العساوي إذا تفكروها كانت أيضا توفات في شهر السابع. لما توفات وفاء بوديسا تحرك راح ما يسمى بوزير الصحة وانتقل للناس وقال لهم لا يعقل أن واحدة حامل تكون يفرض عليها العمل إلى آخره، لكن مع ذلك توفات بعدها أنيسة العساوي بعدها بأسابيع، والآن هاي بعد أسابيع أيضا تتوفى عالية الشمس. باش تعرفوا بأن وعودهم ليست أكثر من أوهام، خداع، خداع، ليس أكثر من خداع، كذب. لا يوفون بوعد ولا بعهد ولا بأي شيء. هذه المرة الثالثة ممرضة وفي شهر السادس أو السابع تقتلها هذه العصابة نتيجة فرض على الناس وعلى الممرضات حتى الحاملات منهم أن يشتغلنا في ظروف بلغة الصعوبة. هذا ليس وحده، توفى أيضا زوج من إخواننا أول أمس على ما قيل لي في المسيلة، ممرضين رجلين دوزان فيرمي، واحد اسمه بشير علي شيكوش والثاني صديقه واسمه سعيد بوصاق والشهير ببعلام، ماتوا بيناتهم 10 ساعات. بشير توفى قبل بعلام بحوالي 10 ساعات رحمهم الله من مستشفى المسيلة. غضب الأطباء تكرر مرة أخرى في أكبر مستشفى مدني في الجزائر وهو مستشفى مصطفى باشا، اللي خرجت في مظاهرات من جديد أمس أو اليوم الحقيقة، أعتقد أنها كانت اليوم، ضد مدير مستشفى باشا مصاباشا بالجزائر العاصمة. كانت هذه المظاهرات هذا أكبر مستشفى، وهذا الأطباء والممرضين والسلك الطبي كله يتظاهر ضد مديره اللي يبدو أنه من عصابة السراق اللي كلاو البلاد، يا السراقين كليتوا البلاد. هذا واحد منهم وهذه مظاهرات. هل سيستمعون لهم ويحدثون التغيير؟ لا، أنا لسنا متأكدين من ذلك، لأن باختصار بسيط هذه التعيينات هي مرتبطة بخاصة في مناصب مثل هذه، مرتبطة دائما اللي عنده عقيد، اللي عنده جنرال، اللي عنده وزير، اللي عنده قاضي كبير، اللي عنده كوميسار برنسيبال، اللي عنده، هذه لم تعد الوظائف تعطى لأصحابها وفق الكفاءة وفق الأخلاق وفق النزاهة وفق، لا لم تعد كذلك، إنما أصبحت كلها بالمعرفة بالأكتاف وبالرشاوي، والرشاوي متعددة، كاين مشاريع رشاوي مادية ورشاوي أبشع من حتى من رشاوي المادية يعني.
هذا هو الوضع المؤلم. مرة أخرى بعض إخواننا يقول لك أعطونا الحل، أعطونا الحل. الحل حقيقة يا إخوان، الحل قاله الشعب الجزائري منذ اليوم الأول، وهو دولة مدنية. الحل هو دولة مدنية. دولة مدنية مش معناها أن المشاكل ستكون تحل في 24 ساعة، لا. لما تقوم دولة مدنية هناك مشاكل بسيطة تتحل ربما مش في 24 ساعة، في ساعات. وهناك مشاكل قد تحل في أيام، وهناك مشاكل قد تحل في أسابيع، ومشاكل قد تحل في أشهر أو سنوات. لكن أساس يكون قد وضع، لأن الدولة المدنية هي عبارة عن أجهزة تراقب بعضها بعض، عبارة عن مؤسسات تراقب بعضها بعض، عبارة عن شعب يراقب الحاكم على مختلف المستويات، من رئيس البلدية إلى رئيس الدولة، مروراً بالدائرة أو بالولاية أو بالوزارة أو بالبوليس أو بالدرك أو بالجيش. الجميع يخضع للمدني المنتخب، والمدني المنتخب يخضع لإرادة الشعب. ومرة أخرى أجدد من أن هناك أكثر من 40 وثيقة وضعها جزائريون، أكثرهم معارضون، ووضعوا هذه الوثائق على اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية والفكرية والسياسية، وضعوا هذه 40 وثيقة. وأستطيع أن أقول بدون أدنى مبالغة أن 80% مما في هذه 40 وثيقة متشابه أو متقارب، متفق عليه. تبقى حوالي 20% فيها نقاش. وبالتالي لو أن القايد صالح استمع للشعب الجزائري يوم خرج الشعب الجزائري، وكان يقول له المادة 7 أو 8 وهي من الدستور، وكان يقول له طبق المواد من 7 إلى 12 خاصة المادة 7 أو 8، لكان الوضع ليس هذا الوضع. لو كان حتى لما أصبنا مهما كانت المصائب فإن الشعب كله يتولى الأمر، وكان الرئيس ربما اللي راه اليوم هو رئيس منتخب من طرف الشعب، أو حتى مرحلة انتقالية لكن بإرادة الشعب. هم الأول اليوم هم يعترفوا بأن تبون هو مرحلة انتقالية. طيب لماذا لم تسمعوا أن تكون المرحلة انتقالية؟ أنتم تحبوها اللي يديرها الجنرالات مش اللي يديرها الشعب. يعني لو مرينا بمرحلة انتقالية لمدة سنة من أبريل 2019 إلى أبريل 2020، سنة، ولو كانت حتى 18 شهر، لو كره الآن على أبواب أن تنتهي، رانا في أوت 2020، كان هذيك 18 شهر أو 12 شهر يتنظموا فيها الجزائريين ويرتبوا أمورهم، ثم يذهبون إلى انتخابات، والذين ينتخبون يكونون مسؤولين أمام الشعب مش أمام الجنرالات.